قوم عدوسي عزيز علينا بزاف. آمين آمين عزيز كلينا آمين آمين. العصا طويلة ولا لا 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 ولا لا 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 ولا لا لا. اليوم il n'y a rien de promotionnel, c'est vraiment pour les fans de Huawei et de Douzi باش نمكنوهم انهم يتلاقاو به bien sûr en tant que star ديالهم و en tant que فنان مغربي اللي كان اللي شرفنا dernièrement في داف باما ميوزيك اووردز اللي شرفنا في الموروكو ميوزيك اووردز. يعني فنان اللي الحمد لله غادي وكيكبر وكنتمنوا ان لا مارك تاعي تبقى غادا وكتكبر. الاحساس زوين بزاف انني نتلاقى مع لي فان ديالي سواء في الحفلات سواء في دي زيفينمون سواء في دي مومون بحال هادو. سي توجور ان بليزير ان تشوف عندك واحد جمهور اللي كيتبعك جمهور اللي كيسانديك جمهور اللي كيجي يشوفك. يعني حب الجمهور ما كيتشراش بالمال. حنا دائما نحاولوا دائما نطمحوا على اننا نقدموا واحد البرودوي اللي كيشرف الجمهور ديالي وكذلك اللي كيكون في النيفو المطلوب. وكذلك حنا كيشرفنا ان يكون عندنا جمهور في المستوى جمهور اللي ذواق للفن وهذا شيء يعني مهم في حياه اي فنانه. فرحانه بزاف حنت من بزاف الناس انا ربحت وكنشكر شركه هواوي وكنشكر دوزي حتى هو. دوزي سنينا معاه مع لو لانسمون ديال لا سيري ميت 10 لايت ميت 10 اون جينيرال اللي فيها لو ميت 10 لايت لو ميت 10 و لو ميت 10 برو. الحمد لله كان اقبال وكان نجاح. حنا مفتخرين انكور اون فوا بلا سيناتور ديال دوزي لانه كيمكن لينا جوستومون من اننا نبينو ان هذا لو برودوي هذا يمكننا نوثقوا فيه. ملي كتشوف اون كراند ستار كوم دوزي كيستعمل هواوي يعني ما يمكن لك الا تحس بواحد ارتياح ديال الاستعمال ديالك لهذا لو تيليفون هذا. دونك لو لانسمون ديال لا سيري ميت 10 اون جينيرال كان ان سوكسي وسورتو لو ميت 10 لايت اللي كانوا فيه مجموعه من الامور اللي هي جديده في لو مارشي بحال اربعه الكاميرات اكران فول فيو et 64 giga de RAM et de mémoire pardon et 4 giga de RAM. C'est loin du côté financier ou la plus ou là, mais quand tu es satisfait d'un produit, oui, j'ai eu des propositions de pas mal de marques ou pas mal de produits, mais ma درتش parce que pour moi ma ولا ما يمكنليش نكذب على الناس نقول لهم ان برودوي زوين ولا شي حاجه الا ما كنتش انا مقتنع به شخصيا. ف دونك فوالا جي تيستي لو برودوي عجبني بزاف. Et puis après, je suis honoré à une liste des les ambassadeurs Kbar, Lewandowski, Messi, Nancy Ajan, Tvarkla, on est 5 ambassadeurs dans le monde et ça me fait plaisir à le nom d'y aller parmi des grandes stars internationales.